السلام عليكم صديقاتي اصدقائي، بغيت ندير واحد الكيكه بالشوكولات وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. ساهله مهله، كتوجد في يعني في الوقت وجيز، وكل واحد كيفاش كيدير الطريقه ديالو، وانا كنديرها الطريقه كتجيني سهله وكنبقى ديما فوقاش ما من كنبغيها كنديرها الطريقه كتجي سهله. بسم الله على بركه الله، ونبداو في الطريقه. عفوا نبداو في المقادير. بعدا هي كاس السكر، العبار واحد الكاس اللي عندك تعبري به، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت والزبده ما خليتهاش حتى تذوب بزاف، يعني غير سخنت شويه الزبده وزدت عليها شويه ديال الزيت، يعني كملت الكاس. كاس ديال الحليب، ثلاثه ديال البيضات، واحد القريصه ديال الملحه ضروري، واحد المعلقه ديال كاكاويت يعني تاع الشكلاط مطحون، والطحين حسب الخليط، وثلاثة ديال البيضات، وواحد الزا يعني الخميرة ديال الحلوة نتاع 15 غرام، اللي ما عندوش تاع 15 يدير نتاع جوج شاشيات نتاع 8 غرام، انا عندي هاد الكبيرة، وواحد لاباني. ونبداو الطريقة وبسم الله على بركة الله. نجيبو واحد المول اللي فاش نديرو، نجيب الاول كاع، نجيب نهرس دوك ثلاثة ديال البيضات، دوك البيضات اللي هرسنا، نجيبو السكر، نجيبو ديك الزبدة اللي فيها نص الزيت ونص الزبدة، نخلطوهم مزيان. من نخلطوهم مزيان نزيدو ديك رشة الملح ما ننساوهاش، نجيبو عاود ديك لافانيل نزيدوها، نجيبو داك الكاس ديال الحليب العبار بنفس الكاس اللي غادي تعبر، من خلطناه نجيبو الفرينة على حسب الخليط، ما نعرف ترفد قليل ولا بزاف، كاين شي فرينة اللي كتشرب كاين شي فرينة اللي ما كتشرب، لهذا بنادم يدير على حسب يشوف والعبارة على حسب عينه، ما نقدرش نقول شحال من يعني ميليغرام ولا من الكيسان، لحقاش كل فرينة كيفاش، الطحين ولا الدقيق كل واحد كي كيقول يعني على حسب الفارينة اللي كاينه، كل فارينة كيفاش دايره عند نزيد شويه مازال عاد خصها، زدت شويه ديال الفارينة ونشدو هذيك بيكي باودر، يعني هذه تاع 15 غرام، كاينه تاع 16، انا عندي تاع 15، واللي ما لقاش تاع 15 يدير جوج تاع 8 غرام. نخلط ونشوف هادشي ديال على حساب فارينه مش حالة واش نزيد ولا صافي، انا كتبان لي هو هذاك صافي، راه من كترفد على الخلاط تعرفوا باللي صافي، راه ما كتحتاج بو عاد تزيدوا فيها فارينه. صافي هكذا القوام ديالها كتجي يعني معلكه، ما كتبقى تصير وهي معلكه. دابا نجيب شي مول، نجيب شي مول ونقسم فيه هاد يعني هاد العجينه في شي مول باش ندير معها الكاكاو ديال الشكلاط. نشدو ديك المعلقه ديال الكاكاو نزيدوها في هذا ونخلطوه، نحاولوا ما امكن نخلطوه غير بشويه. من خلطتو نجيبو واحد المول، دابا ها هو واجد، نجيبو واحد المول نكبو فيه بجوج باش نديروهم في الفران. من نجيب المول ندير فيه شويه ديال الزبده وندير فيه شويه ديال الطحين فرينه، وداك الزياده خصها تطرم ما يبقاش فيه الزياده. ودابا نشدو الاول هذه اللي بيضاء نديروها هي الاول،
شدو عاود هادي اللي فيها الشكلاط نزيدو حتى هي. من ساليت هذيك الشكلاط كامله نجيبو عاود هذيك اللي بقات لنا نديرو حتى هي فوق منها. نكمل كل شيء ونوري عندكم. من كنشد كنغطي كامل هذاك الشكلاط كنعدلها ودابا ندخلها في الفرن ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالها ان شاء الله، وهي تطيب ونخرجها ونوريها لكم ان شاء الله. وها هي من بعد حيدتها من الفران وحيدتها من المول، قلبتها على وجهها ودرت لها شويه ديال العسل ودرت لها دريت عليها شويه ديال الكوك للتزيين. اللي بغى يخليها هكا كيخليها، المهم انا زينتها بالكوك. دابا نفتحوها باش نشوفوها من الداخل. غادي نقطعها ونشوفوها من الداخل كيفاش جات. انا معتمده عندي هاد كتجي رائعه 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 ما شاء الله، سخونه عاد ما شاء الله هاكي جات من الداخل، والسخونية ما شاء الله سخونة عاد. وبالصحة والراحة، وما تنساوش اللايك والدعم والمتابعة. هذه كتعجب الصغار قبل الكبار. شكرا وبسلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.